حيث يعرف محل الشاب حميدة بولاية سعيدة إقبالا كبيرا للزبائن من أجل اقتناء ما يحتاجونه من أكلات تقليدية لا تستغني عنها موائد العائلات السعيدية، كما نتابع في هذه الصور التي أرسلها مراسلنا من ولاية سعيدة محمد عمراني. تكون مناسبات دائما نشري من عندها العياد المناسبة كما هكا تاع المولد النبوي الشهري الرقاق المسمن الرفيس هذا الأكلة التقليدية بارك الله فيه. بالمناسبة جينا هنا المولد النبي الشريف بندو عليه الصور تاع عنده البسس عنده المعكرة عنده الرفيس عنده المهم كاع الأكلة عنده المبسس عنده المقروض على كل نوع. نيدا عنده جميع الحلويات التقليدية المقروض المبسس، ومع قدوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف العائلة الجزائرية تبغي تاكل رقاق. حميدة بكري خدم لنا رقاق شباب وكاع ونجون الدغي عليه وعنده كاع الاحتياجات تاع كاع الاحتفالات. دائما كيجوا هاد المناسبات كما المولد النبوي الشريف و